وخلونا نروح للأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، لأن في مجموعة من الأخبار المختلفة يمكن أبرزها انطلاق تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق. كمان النهاردة في وزارة الأوقاف هيتم استعراض الاستعدادات الخاصة لمؤتمر الاجتهاد ضرورة العصر، وكمان في أحداث تانية صراحة هتكون مختلفة ومتعددة في محافظات الجمهورية هنستعرضها في هذا التقرير. بالنسبة للأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنطلق أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق، وهيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لباقي الطلبة الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة السنة دي، وكمان المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة للطلاب الناجحين في الدور الثاني، وده علشان يكتبوا رغباتهم اللي هتستمر لحد يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022. كمان النهارده هيعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مؤتمر صحفي تحضيري في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي رقم 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، واللي هينعقد يوم 24 و25 سبتمبر تحت عنوان الاجتهاد ضرورة العصر، صوره، ضوابطه، رجاله والحاجة إليه، وده العرض بعض الأمور المهمة الخاصة بالمؤتمر. كمان النهاردة هيستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية بالفيوم قصة نجاح التجربة المصرية في العمل على زيادة إشراك المواطنين في آليات الموازنة التشاركية بهدف ترسيخ المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي. وأكد في الإطار ده إن الوزارة حريصة على توسيع نطاق مبادرة الموازنة التشاركية في مختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة رقم 6 من المسابقة، أهمها لقاء ليفربول مع إيفرتون الساعة 1:30 الظهر، ولقاء توتنهام مع فولهام الساعة 4 العصر، والساعة 6:30 مانشستر سيتي هيواجه أستون فيلا.